صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا رجل أعمل في القطاع الخاص على فترات صباحية ومسائية. وأخرج عند الساعة 9 صباحا ثم أنام، فماذا علي في صلاة الظهر إذا لم يستطع القيام لها لغلبة النوم؟ توصي من يوقظك، توصي من يوقظك من أهل البيت ومن حولك، أو تجعل ساعة منبهة تعمل الأسباب للاستيقاظ وتهتم بهذا، وسيعينك الله سبحانه وتعالى. نعم.